بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، على هامش المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي، أحببت أن ألتقي مع الأخ الحبيب الغالي الأستاذ دكتور يحيى وزيري ليحدثنا عن كتابه الجديد والمعاني العميقة التي استخلصها في مجال الهندسة والبناء. سأترك له المجال ليحدثنا عن كلمات مهمة مثل الفرق بين الصياصي والحصون، ما هو الفرق بين السد والردم، الفرق بين المدينة والقرية، وغير ذلك من معاني كثيرة أنبأ عنها القرآن. والأستاذ دكتور طبعا يكشف جانب مهم منها، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد إن أنا ألتقي بأخي الحبيب باشمهندس عبد الدائم الكحيل. الحمد لله، يعني ربنا وفقني على مدار سنوات اللي أنا أحاول أن أفهم يعني بعض الفروقات الدلالية بين ألفاظ القرآن الكريم في مجال العمارة والعمران. الكتاب الجديد المنشور بمناسبة هذا المؤتمر هو مصطلحات العمارة والعمران في القرآن الكريم. بفضل الله استطعت على مدى سنوات طويلة نتيجة قراءة تدبرية لآيات القرآن الكريم من يعني بداية ذلك الكتاب القيم إلى آخر سورة، أن يعني أحصر ما يزيد على 200 لفظة، ما يزيد 200 لفظة قرآنية طبعا دون تكرار. يعني بمعنى أنا دائما يعني أصل إلى اللفظة، مثلا كلفظة البيت، أول آية تقابلني في القرآن الكريم أضعها، ثم بعد ذلك يعني أدرس التكرارات. فهذا الحصر هو بدون تكرارات. ثم بعد ذلك قمت بتصنيف هذه الألفاظ إلى ألفاظ تندرج تحت المصطلحات المعمارية، أي المصطلحات التي تتصل بتصميم المباني، ومصطلحات عمرانية، أي الألفاظ التي تتصل بتخطيط المدن، وكله في القرآن، ومصطلحات أطلقت عليها مصطلحات التصميم الداخلي اللي هو ما يطلق عليه الآن لفظ اللي هو الديكور. ثم أخيرا، وده بقى من عظمة القرآن الكريم، مصطلحات الهدم وتدمير وإهلاك قرى الظالمين. يبقى القرآن الكريم احتوى على مصطلحات البناء وأيضا على مصطلحات الإهلاك والتدمير للأقوام السابقة. طيب خلينا نبدأ بالبيت والمسكن، ما هو الفرق؟ جميل جدا. يعني هناك آية قرآنية جميلة جدا بتوضح لنا بصفة عامة أنه يوجد فرق بين البيت والمسكن. فالله سبحانه وتعالى يقول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. يبقى إذن هناك منشأ مادي اسمه البيت، اللي هو مثلا الغرفة في أبسط صورة، حوائط، سقف، أرضيات، لدرجة أننا نجد في البدو يطلقون على الخيمة من جلد الحيوان أو من الشعر يقولون بيت الشعر. طيب المسكن لازم توجد صفات معنوية تدخل على البيت حتى يمكن أن نطلق وصف المسكن على البيت، كالخصوصية. فالبيت الذي يكون بلا خصوصية لا يمكن أن يطلق عليه مسكن. البيت الضعيف الذي لا يحميك على سبيل المثال من الأمطار أو من الحر، مثل بيت العنكبوت، هذا بيت ضعيف لا يحميك من الأخطار زي الرياح، أو لا يوفر لك الظل، فهذا يعني لا يطلق عليه مسكن، يمكن أن يطلق عليه بيت. لذلك من اللمحات القرآنية الجميلة أن المولى سبحانه وتعالى وصف مأوى النمل بأنه مسكن. ليه؟ لأن مأوى النمل قوي
يحميه من الأخطار الخارجية، بدليل النملة قالت لأخواتها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لو كان مأوى النمل ضعيف ما كان القرآن يطلق عليه لفظ مسكن، كان ممكن يبقى بيت. لكن شوف في بيت العنكبوت، لأنه ضعيف حتى من الناحية المادية بالإضافة إلى الناحية المعنوية، فلذلك أطلق عليه بيت. أيضا أنت تجد في بيوت النحل وبيوت العناكب البيوت تكون ظاهرة أمامك، بمعنى أنه لا يوجد فيها خصوصية. مسكن النمل يكون محفورا تحت الأرض، أحيانا في الوادي أو في وفي الوادي وادي النمل. وادي النمل إذن فيه خصوصية، فأنت لا تراه مكشوفا أمامك مثلما ترى بيوت النحل ومثلما ترى بيت العنكبوت. يبقى هنا طبعا يعني أنا لا أريد أن أستفيض، لأن ولكن هذه اللمحات توضح أننا عندما يعني في لغتنا المعاصرة بنستخدم بيت بمعنى مسكن بمعنى منزل إلى آخره، لا نفرق والقرآن لأنه كلام الله. لذلك فنحن نتعلم من القرآن الكريم متى تقول بيت ومتى تقول مسكن. لذلك سنخرج بقاعدة عامة أن كل مسكن هو بيت، في الأصل كان بيت، ولا يشترط أن يكون كل بيت مسكن. جميل. طيب أنا أريد أن أسمع منك أستاذنا الكريم الفرق بين الحصون والصياصي. جميل جدا، بارك الله فيك. طبعا لأول وهلة أنت يبدو لك أن الكلمتان متطابقتان في المعنى، لأن إذا سألت أي إنسان ما هو الحصن سيقول لك هو بناء يتحصن فيه الإنسان، وهذا البناء يكون قوي ومنيع يتحصن فيه من الأعداء أو من هجمات الآخرين. وأيضا إذا قلت لك طب وما معنى الصياصي، أيضا الغالبية العظمى من الناس سوف يعني يقولون لك نفس برضو بناء بيتم التحصن فيه. ولكن الفرق هنا، تعال كده معا نحلل كلمة صياصي من ناحية اللغة. الصياصي مفردها صيصة، والصيصة بتطلق على قرون البقر أو على شوكة موجودة في رجل الديك للدفاع. إذن الصيصة هي بمثابة سلاح، فعندما أطلق المولى سبحانه وتعالى هذا الوصف على بعض حصون اليهود فهذا يدل أن هذه الحصون لم تكن فقط حصينة ولكن كانت مدججة بالسلاح، مثل قرون البقر، مثل قرون البقر أو أيوة. وأيضا تجد أن المولى سبحانه وتعالى يقول وأنزل الذين كفروا من صياصيهم. الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، وهذا أيضا معنى قرآني عميق، أن الصيصة لابد أن يكون فيها سلاح وأن تكون في مكان مرتفع. أما الحصن ربما يكون فيه سلاح أو لا، وربما يكون في مكان مرتفع أو تحت الأرض. سبحان الله، معاني جميلة. طيب القرية والمدينة، هل توصلت إلى معنى هندسي لطيف؟ نعم. أولا الاستعمال القرآني بيختلف الآن عن استعمالنا في العصر الحديث. في العصر الحديث نحن عندما من ناحية المساحة والحجم نطلق على المدينة أنها ذات حجم أكبر ومتسعة، أما القرية فبالنسبة لنا هي أصغر المدينة. ولكن في القرآن بالعكس، القرية هي الأصل، هي الأكبر. لذلك تجد أن المولى سبحانه وتعالى عندما وصف مكة لم يقل أم المدائن. يعني إحنا في العصر الحديث ممكن إنسان يقول لك طب ما كانت مكة تسمى أم المدائن لأن المدينة أكبر. لا، مكة وصفت بأنها أم القرى. طب ولماذا يعني مكة أطلق عليها لفظ قرية بالرغم من أنها طبعا كان لها ما كان ولا زالت المركز الروحي وفيها بيت الله الحرام؟ القرية في القرآن الكريم بتطلق
على المكان الذي تتقارب فيه المباني ويكون سكان القرية من أصل واحد. المدينة لا يشترط في سكان المدينة أن يكونوا من أصل واحد، بدليل أن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قد هاجر نقول من مكة وهي أم القرى إلى المدينة. ماذا كان يوجد في المدينة؟ كان يوجد الأوس، الخزرج، اليهود، ثم بقى بعد ذلك سيكون هناك مهاجرين وأنصار، لكن هذه التركيبة السكانية لم تكن موجودة في مكة. كانت من هي القبيلة الأساسية؟ قريش. وإذا ذهبت إلى الطائف ستجد قبيلة أساسية، إذا ذهبت إلى كل القرى التي كانت موجودة، ثقيف، الطائف وغيرها، تجد أن أهل المكان من أصل واحد. فهذا فرق جوهري. طبعا أنا هنا لا أحصر المعنى القرآني في هذا الفرق فقط، لكن هذا اجتهاد، وهذا كما يقولون غيض من فيض، ولكن كلما تدبرنا في القرآن الكريم وفي آياته استنبطنا. لكي لا ننسى السد والردم. جميل جدا. ورد في القرآن السد وورد الردم. صحيح. ما الفرق؟ يعني ورد في سورة الكهف السد، وورد الردم أيضا على لسان القوم الذين قابلهم يعني ذو القرنين. طيب، هم طلبوا منه أن يقيم لهم سد، ولكن هو بخبرته يعني أقام لهم ردم. المعنى قريب جدا، لأن السد والردم بيستخدم كحاجز دفاعي بين قومين أو بين فريقين. الردم من الناحية المادية يكون على طبقات، يعني أنت الردم دائما يكون على طبقات بغض النظر عن المادة التي تستخدم. طبعا في القرآن الكريم أشار إلى مادة لم تكن مسبوقة من قبل، وهي عبارة عن سبيكة من زبر الحديد اللي هو قطع الحديد والنحاس المزبر. يعني هذه قضية إعجازية منفصلة. وهذه السبيكة قوية جدا. قوية جدا، وتتصف بصفتين: أنه لا يمكن أن يتم تسلقها، فما استطاعوا أن يظهروا، وما استطاعوا له نقبة لأن السمك كان كبيرا جدا. طيب، ما هو الفرق الجوهري بين السد والردم؟ القرآن الكريم أطلق على الجبلين، قال بين السدين، يعني السد يطلق على الجبل، على شيء مادي، ويطلق على يعني الصنعة الإنسانية. الردم بيطلق على البناء أو التحصين أو الحاجز الذي يقيمه البشر. ولكن يوجد فرق جوهري رائع جدا بين السد والردم، وهذا الفرق استطعت بفضل الله أن أستنبطه من سورة ياسين. حلو. إيه بقى الآية؟ ماذا تقول؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أخي الحبيب الدكتور عبد الداك، هل المقصود هنا سد مادي أم معنوي؟ لا، سد معنوي. جميل جدا. إذن هذا هو الفرق الجوهري. السد يطلق على الحاجز المادي الطبيعي والمعنى، أما الردم فلم يستخدم في القرآن الكريم إلا على المادي، وهذا فرق جوهري لن تجده إلا في القرآن الكريم. دقة الكلمة. إعجاز. مثال آخر من الروائع التي أكرمك الله بها. يعني على سبيل المثال، متى تقول كأس؟ ومتى تقول كوب؟ وهذه موجودة وهذه موجودة. وهذه موجودة وهذه موجودة. الكأس لا يطلق عليه كأسا إلا إذا كان فيه شراب. أما الكوب لا يشترط أن يكون فيه شراب. أعطينا أمثلة على ذلك. أمثلة إيه؟ يعني من القرآن. وكأسا دهاقا. يعني دهاقا. شفت أنت قلت بركة. فدي فيها، إذن فيها اللي هو الزنجبيل المشروب. بينما أكواب، لكن الأكواب لا يشترط. لا يشترط أن يكون. لكن إذا قلت
اعطني كأسا، شوف تقول ايه، من الماء. لكن ممكن تقول اعطني كوبا ويكون هذا الكوب فارغ. فاذا ما امتلأ الكوب تحول. شوف الجمال القرآن وعظمة القرآن. طبعا يعني توجد فروقات، يعني على سبيل المثال اريد هنا ان يعني اضيف للأحبة، عارف تعرف ما هي اكتر صورة فيها مصطلحات معمارية وعمرانية؟ صورة الكهف. 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 حتى اسم الصورة. شفت شفت انت قلت ايه؟ شفت انت ماذا قلت؟ اسم الصورة نفسه فيه الدلالة. فيه الدلالة. تيجي مثلا لما تقول السد والردم ورد في صورة الكهف. والكهف بقى كلمة الكهف وردت بتكرارها. لما تيجي مثلا لكلمة الحجرة والغرفة، نحن في الاستعمال اليومي لا نفرق غالبا بين الحجرة والغرفة. طبعا احنا الحجرات اتت مرة واحدة في سورة الحجرات، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عبارة عن طابق واحد، يعني دور ارضي. لذلك معنى كلمة حجرة ما حجرت عليه من ارض او من مساحة تسمى حجرة. من هنا جاءت كلمة حجرة، اللي انت لديك مساحة مفتوحة فحجرت عليها، فمن هنا جاءت كلمة الحجرة. اما الغرفة، انت تجد مثلا ان القرآن الكريم اطلق لفظ الغرفة على الجنة. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وفي الجنة ايضا قال لك غرف من فوقها غرف مبنى. شوف كلمة من فوقها يعني ده، اذا الغرف هي بتعتبر في الاماكن الطبقات المرتفعة. اما الحجرة، اذا قلت لك حجرة دون ان احدد لك، اذا هذا دور ارضي. اما الاماكن العالية اللي فيها علو، لذلك الجنة أطلق عليها الغرفة طبعا على سبيل المجاز لعلوها ولعلو إيه مكانتها. فإذا هذا فرق مثلا الحجرة والغرفة على سبيل المثال. مثلا مسجد. درست هذه الكلمة. طبعا هو المسجد، يعني شوف هقول لك حاجة، إحنا في كثير من الناس تعتقد أن كلمة المسجد يعني ارتبطت بظهور الإسلام أو بالصلاة التي نصليها، لكن لا، القرآن هنا هيقول لك معنى جميل جدا. في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الله، ده هنا احنا لنا أن نتعجب، وهذا قبل. لا، ما هو لأن كل مكان يسجد فيه لله فهو مسجد، وكانت الشرائع التي قبلنا تعرف السجود وتعرف الركوع. ربما لم يعني يكونوا يصلوا بنفس الطريقة التي نصلي بها، لكن السجود كنوع من العبادة والخضوع لله كان معروفا. لذلك القرآن يوضح لك أن كلمة مسجد هي كلمة على الإطلاق، كل مكان بيسجد فيه لله فهو مسجد. لذلك أنت تجد في معنى جميل جدا استقاه المفسرون، يقول لك خذوا زينتكم عند كل مسجد. أنت عارف بعض المفسرين قالوا إيه؟ أي عند كل صلاة، وكأن هنا مش المقصود المسجد البناء، إشارة إلى الأرض التي تسجد عليها. لذلك أنا حتى دائما أنصح يعني نفسي وإخواني، ده أنت ولو كنت تصلي منفردا في البيت فعليك أن تأخذ زينتك في هذه الصلاة، ولا تصلي بأي لبس، ولا تصلي على أي هيئة. نسأل الله أن يزيدكم علما وإياكم أخونا الحبيب. الكتاب يعني كيف يعني الآن شوقتنا لهذا الكتاب، هل هو متاح على الإنترنت؟ هل هو لا، هو يعني لسه ما زالت، طبعا هي طبعة ورقية ونزلت منذ عدة أيام، ولكن هو في جمعية الإعجاز العلمي المتجدد الكتاب متوفر يعني إن
شاء الله. إن شاء الله. يعني نسأل الله أن يفتح عليكم وإياكم. الدكتور يحيى وزيري. إياكم. المهندس المعماري العالمي ما شاء الله له. العفو. أسأل الله أن ينفع به. إن شاء الله تستمر هذه اللقاءات. يا ريت. بارك الله بكم. يعني أنا طبعاً أشكر أخويا الحبيب باشمهندس عبد الدائم الكحيل، وأنا أعتز به كثيراً، فهو يعني فعلاً له أيادي بيضاء في مجال الإعجاز العلمي. جمعنا الله وإياكم على خير دائماً. الله أكبر. أحبتي في الله، نشكر الأستاذ الدكتور يحيى وزيري على هذه المعلومات القيمة. إن شاء الله نعدكم بحوار مباشر إن شاء الله. يعني نسأل الله أن يهيئ هذا الأمر قريباً بإذن الله تعالى، حول 200 كلمة من كتابه الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم.